ناس كتير منهم الأولمبياد الخاص اللي المهندس أيمن عبد الوهاب موجود علشان يقول لنا شهادته في مساهماتك معاهم هرجع أقول لك في الخير اللي هو بيعمله. هقول لك رد على السؤال بعد ما أكلم المهندس أيمن عبد الوهاب عشان معاه أنا بقاله كتير. أنا آسف. مساء الخير يا باشمهندس أيمن. أهلا يا أستاذ أيمن. إزاي حضرتك؟ معلش إحنا يعني مستمتعين. صحيناك من النوم؟ لا خالص، انت عارف حازم ياسين ده زميل مدرسة، يعني ده تاريخ. ده احنا بقى دخلنا في جيل بقى في جيل تاني بقى، يعني من التجديف للدراسة لحاجات كتير. بس هو يعني هو شكله اصغر ب10 سنين. انا بقول له برضو نفس القصة، انا مش عايز اقول ان احنا لعبنا تجديف سوا عشان ما كبركش. فهو احنا يعني انا اكبر منه، واحنا كنا زملاء، بس انا اكبر منه برضو ب20 سنة. أيمن عشرة عمر الحقيقة، يعني إنسان جميل فعلا. أنا عارف قد إيه أنتوا عندكم رسالة يا باشمهندس أيمن، فعلا غيرتوا الصبغة وغيرتوا التوجهات بتاعة المجتمع حيال أبنائنا من أصحاب القدرات الخاصة اللي مزجتوهم في المجتمع بشكل كبير. والحقيقة من زمان جدا، وأنا عارف طبعا يعني رحمة الله عليها خالة حضرتك ومرات المهندس اسماعيل عثمان، وقد ايه المساهمات اللي عملتوها ومساهمات الدولة ودعم سيادة الرئيس الفترة ديت الحقيقة، واللي اطلق على هؤلاء الاولاد ملائكة الارض. واحنا معانا يعني دكتور حازم ياسين، اعتقد ان له مساهمات معاكم في هذا الموضوع. يعني طبعا يعني حازم، دكتور حازم يعني طبعا في 2003 استنادا طبعا لعلاقتي الشخصيه بيه، كلمته وسالته قلت له يا حازم تحب تيجي تتطوع بوقتك في الالعاب العالميه في ايرلندا؟ انا فوجئت بصراحه انه وافق، لان طبعا احنا عارفين يعني ايه الدكتور حازم، كان طبعا ساعتها خلاص اصبح الدكتور حازم بكل معنى الكلمه، بالمستشفى بالعياده المرضى بتوعه. فطبعا عشان يقفل النشاط بتاعه لمده 10 ايام ولا حاجه ويطلع يعالج او يشرف على علاج الاولاد من ذوي الاحتياجات الخاصه لاعبي الاولمبياد الخاص، كانت بصراحه مفاجاه. والمفاجاه الاكبر انه بعد الالعاب يمكن هو بعت جواب كلنا بنتكلم عنه لغايه الان في الاولمبياد الخاص الدولي، بعد جواب لرئيس الاولمبياد الخاص الدولي، بدل ما احنا بنبعت له نشكره هو بيبعت لنا يشكرنا على ان هو قضى الوقت ده مع مجموعه الاولاد والبنات دول، والخبره والامكانيه والحاجه الجميله اللي هو مر بيها، يعني شايفها ان هي حدث فريد من نوعه لدرجه ان هو اللي بيشكره. بعد كده يمكن عملنا في 2005 مؤتمر برضو اقليمي للصحه، وكان هو حاضر معانا في سوريا، ومن منذ هذا التاريخ يعني ما بتاخرش عن مشاركاته في الاولمبياد الخاص بكل ما فيها، حتى عيادته فاتحها للاولاد والبنات ذوي الاعاقه الفكريه لعلاج مجانا طبعا، ده غير انه بيعالجنا احنا كلنا مجانا كمان. يعني هو عايز اقول لك على حاجه، تسمح لي اقول لك يا ايمن، لان احنا عشره عمر، يعني احنا يعني اصدقاء من الطفوله او من يعني الشباب. ايمن انا بعتبر ان هو ليه الفضل في ان هو خلاني اختلط بالناس دول. انا في الاول كنت مش عارف اتواصل ازاي، وبعدين لما عشت التجربه بقيت مش عارف اشكره او اشكر السبيشال اولمبيكس ازاي، ان هم نموا مداركي وغيروا طريقة تفكيري في إنه الناس دول بيفهموا بس بطريقة مختلفة، بيتواصلوا بس بطريقة مختلفة، جواهم خير وسلام، وما عندهمش أي نوع من أنواع الأحقاد زي ما كنا بنتكلم قبل. يمكن أيمن ما كانش بيتابعنا ساعتها، لكن أنا بعتبر برضو إنه اللي بيعمله أيمن ده حاجة متفردة جدا، إنه يوهب حياته كلها إلى إنه أصبحت دي رسالة. يعني أصبحوا الناس دول عاملين زي ما يكون عيلته، لان هو عايش بيهم طول الوقت. صحيح. فاولا انا بهنيه ان هو عرف يعمل كده، وانه دخل دوت بقت شغله الشاغل،
وبشكره ان هو اتاح لي الفرصه دي ان انا اعرف اتعامل معاهم. وزي ما كنت بقول لك قبل ما نخش على ايمن، انه اللي بيفخر بان هو بيعرف لغه واحده انجليزيه او فرنسيه او اسبانيه، وكل ما يبقى عنده لغات اكتر كل ما يبقى مثقف اكتر، الاهتمام بهذا القطاع من ابنائنا هو يعكس تحضر ومدنيه الدوله. ولذلك يعني طبعا هو يمكن يخجل من ان هو يقول ده، مهندس ايمن علي يعامل معامله الرؤساء والملوك، يعني رؤساء وملوك الدول هم اللي بيستقبلوه، وده بيعكس تحضرهم. بنشوف طبعا بنشوف بيعكس تحضرهم وبيعكس مدى اهتمامهم بهذا القطاع من البشر. انا كان ليا حظ مره ان انا سافرت معاهم ابو ظبي الحقيقه، مش عايز اقول لك هو ادانا فرصه ان احنا نغسل نفسينا من جوه جدا، ونحس بان احنا يعني الانسان فينا ولا حاجه بصراحه طبعا، جنب الناس دي وجنب العمل الكبير الانساني اللي بيعملوه. الحقيقه مش بجامله، لكن هو الحقيقه بيدينا طاقه وبيدينا حاجه زي ما بقول لك بنغسل نفسينا من جوه. انا فتح لي افاق جديده ما كنتش شايفها قبليها يعني. صحيح، ويمكن حتى احنا في اخبار رياضه، انا معايا زميلي الاستاذ محمد الشحات، هو يعني من الناس المساعدين مع المهندس حبيبي. طبعا حبيبك، بس بيهرينا شعر بصراحه من الاشعار بتاعته ما بنفهمهاش، لكن هو فعلا احنا اخبار رياضه بنبقى حريصين على ان احنا نكون متواجدين ونسجل ده للناس دي والاولياء امورهم، لانه فعلا اولياء امورهم ابطال، واللي بيعمله المهندس ايمن وكل زملائه الحقيقه فعلا من علامات تحضر البلد دي. انا برضو بقول قدام ايمن، لانه برضو غالبا كان بعيد عن التلفزيون، ان انا كان نفسي ان دوره الالعاب الاولمبياد الخاص اللي اقيمت على ارض مصر انه كانت وسائل الاعلام يعني تغطيها تغطيه ممله، اللي هو تعيد الحدث مره واثنين وثلاثه واربعه كمان، علشان زيادة الوعي عند أهلنا في الأرياف وأهلنا في الأقاليم، وإنه نعتبر إنه لما يبقى ربنا بيهدينا هدية زي دي إن إحنا لازم نخليه يشترك في أنشطة رياضية يبقى فيها تواصل مع الآخرين. هو المهندس أيمن سمعنا، هو ساكت ما بعرفش بيسمعنا، لكن إحنا عايزين. أنا سمعك طبعا. مستمتع بسماعك يعني زي ما بيقول. لا، إحنا اللي عايزين نستمتع بإن حضرتك تقول لنا إيه أقرب حدث بقى. لا ربنا يخليك، لازم نسمعك طبعا. ربنا يخليك يا باشمهندس، احنا عايزين حضرتك تقول لنا ايه اقرب حدث، وعايزين تقول لنا الموقف المؤثر، اكثر موقف مؤثر عشته مع الدكتور حازم ياسين. والله طبعا يعني اول حدث يمكن هنستنى عليها شويه لما نشوف ظروف الكورونا، ولانها مؤثره على جميع الرياضيه على جميع المستويات. طبعا زي ما حضرتك عارف صعب التجمعات دلوقتي. صحيح. انما احنا لسه خارجين من اول العاب افريقيه اللي هي اقيمت تحت كان عيد. حدث هايل طبعا. وكان فيها 42 دوله افريقيه مشاركه لاول مره في تاريخ الاولمبياد الخاص على مستوى قاري، وطبعا دي كانت انجاز بكل المقاييس. يمكن الدكتور حازم عنده حق طبعا انه الاعلام كان جيد جدا طبعا، بس لازم برضو نزود الجرعه الاعلاميه، لان زي ما بنقول مهما احنا عملنا من مجهود مش هيظهر ولا هيوصل للافراد والمجتمعات غير من خلال الاعلام. وطبعا احنا بنحيي الاعلام على دوره في الالعاب، ولكن برضو نتمنى ان هو يحصل فوكس اكبر في الفتره القادمه. دكتور حازم زي ما بقول لك هو انسان بطبيعته شخصية جدعة جدا، وطبعا انا شهادتي فيه مجروحة يعني. كلنا شهادتنا فيه مجروحة. زملاء من الطفولة يعني. انما هو فعلا من الانسان اللي الناس يعني جدعان جدا في كل تعاملاته، مش مع مؤخرا مثلا لما بقى دكتور كبير، لا هو مع اصدقائه واحنا صغيرين، مع اهله، مع يعني لن انسى مثلا احنا في فرح اخته هو كان بيعمل ايه؟ يعني في اهتمام بعيلته، في اهتمام باصدقائه، وفي اهتمام فما كانش غريب انه يهتم بالفئه دي. فحقيقي هو عمل شغل مميز جدا في هذا المجال، ولا زال يعني يعمل في هذا المجال معانا، وانا متخيل ان هو ان شاء الله في يوم من الايام كده هيبقى له دور اكبر من كده في الاولمبياد الخاص الدولي. ان شاء الله. واعتقد برضو احنا يعني النادي الاهلي عنده دور كبير برضو في المسؤوليه المجتمعيه. النادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا في مساعده الاولمبياد الخاص، او يعني اصحاب الهمم ومرضى السرطان وحاجات كتيره. الحقيقه مسؤوليه مجتمعيه النادي الاهلي يعني
اتفضل. كل المجلس الاداره، الخطيب خالد الترندلي، خالد فرسان، يعني مفيش حد بصراحه بيتاخر، يعني كلهم مهتمين جدا بالقصه، وطبعا كلهم اصدقاء في المقام الاول. صحيح صحيح، ويعني ده اللي اهل حتى النادي الاهلي ان هو ياخد جائزه الاتحاد العربي للثقافه الرياضيه في المسؤوليه المجتمعيه، هو نادي الهلال السعودي الحقيقه. ودي يعني كويس ان حضرتك يعني ذكرتنا بهذا الامر، علشان يعني يا ريت يبقى في مؤسسات رياضيه كتير تحذو حذو النادي الاهلي في هذا الشان. احنا بنشكر حضرتك يا باشمهندس ايمن وسعد بيك، واسفين ان احنا سهرناك، لكن بما ان بقى مع صديقك وصديق الطفوله، ومع احنا برضو بنعتبر نفسينا يعني من الناس اللي بنحبك وبنقدر عملك، فبنقول لحضرتك نورت قناه الاهلي، وان شاء الله باذن الله تعالى نتشرف انك تكون ضيف لينا مره في الاهلي يحاور، علشان نلمس جوانب من الحاجات الانسانيه اللي بتعملوها وبتقدموها لابناء من مصر، ملائكه الارض زي ما قال عليهم سياده الرئيس. انتم من اجمل الاشخاص اللي الواحد عارفها في حياته. الله يكرمك يا فندم. الله يخليك يا فندم، تصبح بالف خير، ومتشكرين على مداخله حضرتك معانا. شكرا ليك. شكرا ليك.